لو زوجه اعز اصحابك قالت لك ان هي شاكه ان جوزها بيخونها وانت عارف ان صاحبك بيخون مراته، ايوه، هتروح تقول لها وتحذرها ولا تقعد تداري عليه بقى يا شيخه ما تقوليش الكلام ده، ده بيحبك، ده شقيان عشانكم؟ اداري عليه هتحور يعني، اداري عليه طبعا، مش سلمه اكيد يعني، مش هتسلمه، لا مش سلمه يعني، يا اما يعني ابتدي اتكلم معاه وانصحه كده وبتاع، لكن ما اقدرش انا اللي اروح اخرب بيته كمان بايدي، ما لا انت خربت بيتك بايدك اخربه بقى، ماليش دعوه، لكن انا عمري لا ما اسلمه، لا صاحبي برضه يعني ما ينفعش، مش هسلمه، رجاله زي بعض يعني، يوم ليك ويوم عليك طبعا، لا ما فيش عليا بصراحه بلبسك اهو. بسالك سؤال، قول انت لو عرفتي او رايحه مكان، دخلتي مكان وشفتي جوز واحده صاحبتك مع واحده في مكان، هترفعي سماعة التليفون هتكلميها تقولي لها، ولا هتصوري فيديو معاها من بعيد وتبعته لها، ولا هتروحي تتكلمي معاه تقولي له المفروض اعمل ايه؟ لا هروح اتكلم معاه واقول له المفروض دلوقتي اعرف صاحبتي، بس لو دي اخر مره يبقى الموضوع ده انتهى، لكن لو اتكررت تاني لازم افوقها واعرفها ان انت معتمده ان انت متجوزه راجل بس اللي معاكي طلع مش قد المسؤوليه، لكن اول مره هتعديها، هعديها له اكيد عشان خرب البيت. طب حصل حاجه قبل كده شبه دي؟ حصلت لي بس اكيد مش هخرب البيت برضو يعني. مين بقى كانت مين دي؟ اجاول على الهوا دلوقتي صيحتي له في مصر كلها والعالم كله هيشوف اجابتك. كانت نتيجتها على الشاشه. طلع ايه؟ لسه بنشوف. بين المفاجأة والحيادية. حيادية، كنت حيادي يا أمير. ما حيادي عشان أمشي الدنيا، حرام الناس برضو يعني